لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. بالعراق اليوم ما يختلفون اثنين على الإصلاح والحاجة إلى الإصلاح وتطبيق الإصلاح. الإصلاح بكل عناوينه ومختلف مضامينه ومجالاته، الإصلاح السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي. بس هذا الإصلاح اليوم أكثر شيء مفقود بالعراق، رغم كثرة المتحدثين عنه والمطالبين به والمتبنين إليه، ورغم وجود في صدارة كل برنامج حكومي ومنهاج سياسي لا يخلو منه أي مجلس وحديث. بس الإصلاح مو حكي ولا سوالف ولا تنظير ومقالات، بل الإصلاح هو فعل وعمل ومنهج وآلية. دون الآلية والفعل والتطبيق يبقى الإصلاح عبرا على ورق وشعارات براق. وبما أن اليوم نعيش في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الذي حصر ثورته بالإصلاح وطلب الإصلاح في أمة جده المصطفى، والتي تتزامن مع الذكرى الأولى على أكبر حراك شعبي عارم مطالب بالإصلاح والتغيير، يجدر بنا التوقف قليلا عند الإصلاح وشنو اللي يتحقق وشنو اللي يمكن أن يتحقق. والذي تحقق يرضي الشارع، هذا اللي يتحقق يرضي الشارع فعلا والجمهور اللي ظاهر ونادى بالإصلاح. وبالأخير نقول الحمد لله على سلامة زوار أربعينية الإمام الحسين الذين أتموا اليوم مراسيم هذه الزيارة المليونية في ظل تحديات جسيمة وكبيرة، وشكر والتقدير لكل الجهود الأمنية والخدمية والصحية اللي أسهمت في إنجاح هاي الزيارة، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة نبراسا لوحدة العراق والعراقيين وخلاصا من كل الأزمات والمشاكل والوباء. أرحب بكم من جديد وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة، السيد وائل عبد اللطيف القاضي والنائب السابق، حياك الله سيادة القاضي، وكذلك السيد عبد الرحمن الجبوري المحل السياسي، حياك الله يا أهلا وسهلا بك. حياكم الله. يا حياك الله يا رب. بسم الله، مساكم الله بالخير. بالخير والكرامة. أي بالطارئ الإصلاح، يقول لك هواية قضايا رافعين اليوم وهواية دعاوى مبلشين بيها، واحدة من عدها طالتك أستاذ عبد اللطيف. طالتني أنا؟ أي مو قالوا بالفيسبوك إنه مذكرة القاء قبول، صحيح لو كذب؟ هاي ما لها علاقة بالإصلاح. ها؟ لا، مذكرة ما في لها علاقة بشكوى. أي قدمها الأخ هذا العامري بأنه اتهمني بالسب والقذف، ما لها علاقة بال. أنتم فعلًا سابوا قاتل؟ يمكن على هاي مدين عليه يعني ما. والله ما رحت؟ ما عارفين السالفة شنو؟ ما رحت؟ ما قلت لها؟ لا رحت أنا. أي. حتى القاضي ودونت إفادتي. و... أي. طلعت بكفاله. زين شنو هي فعلا انت السابق قاتل وهيك؟ يعني هو تدري عندما نتطرق في امور كثيره مثلا نعترض عليها، يعني قد يفسرونها بانها سب وقذف والى اخره. تمام، نبدا اليوم بالاصلاح. اليوم ملايين احيوا واربعينيه الامام الحسين عليه السلام اللي ترتبط بالاصلاح والثوره على الظلم والكثير والجور. هل ما تزال هذه المظاهر المليونية ترعب الفاسدين والسلطات أستاذ وائل؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى ضيفك الكريم إلى كادر ومشاهدي الشرقية الكرام جميعا، حياك الله. الحقيقة على ذكر أنه كثير من القضايا اليوم انفتحت وكذا إلى آخره، هذا يعتبر تراكم في الفساد غير معالج. أها. يعني تدري هي العملية السياسية بدأت ب2003، بدأت بعدد من الموظفين قليل، مؤسسة عسكرية قليلة، وبعد ذلك تضخمت هاي الهال، ثم بدينا في مرحلة تصاعد كبير في الموازنة ووصلت إلى أرقام قياسية، يمكن وصلت إلى 165 مليار دولار. هذا التراكم بالثروة والاندفاع بالتعيينات على اعتبار أن الأموال موجودة، أي خلت جماعة يعني يعينون بدون وجع قلب مثل ما يسوونها. زين، يعني جانب من الفساد المالي أنه أنت اليوم خزينتك لا تستطيع أن تلبي دفع رواتب موظفيك، وهي حالة متوقعة. زين، يعني ماكو عاقل في الحسابات الاقتصادية والمالية والنقدية يقول لك هذا البلد سوف يتعافى. أي. ليش؟ لأنه عماد الوحيد كان على
بلد ريعي على النفط فقط. زين. وعافوا الزراعة وعافوا التجارة وعافوا الاستثمار وعافوا الميناء الفاوي الكبير وعافوا المشاريع التنموية العملاقة واتجهوا فقط إلى مسائل محددة. هاي المسائل المحددة ما بها تنمية للبلد، يعني البلد أنت عايش بيه بس ما تشعر أكو تنمية. فبالتالي إذا ماكو تنمية إذن أنت تبيع النفط توزع رواتب وبعدين تخلي ايدك على خدك. طيب هذا ايش سويت بيه انت النفط؟ غير تسوي بيه مصانع، تسوي بيه معامل، تسوي بيه زراعه، تسوي بيه تنميه، هذا كله ما حصل. اي المبالغ العملاقه كانت الكبيره كانت توحي بانه هذا البلد سوف لن تطاله الفقر، لن يطاله الفقر. ليش؟ لانه سعر البرميل كان 100 دولار 110 120 دولار. حتى واحدة من الأسئلة اللي سألتها إلى وزير النفط 2008 قلت له أنتم ليش هذا النفط كله تصدرونه؟ ليش ما تحولونه إلى صناعات؟ هذا النفط الخام ب 400 آيتم حتى احنا نستفيد على الأقل من مشتقات النفط من وضع النفط الخام. شو كان جوابه؟ جوابه الأسعار عالية. قلت له طيب باشر انخفضت الأسعار شلون؟ شو تسوي؟ سكت. وهذا اللي احنا يعني اللي افهمه من عندك انه رؤيه حقيقيه للاصلاح ما عندنا. لا ماكو. زين هاي الرؤيه ما عندنا. ما في رؤيه. زين ليش انت نرفع شعارات؟ هسه انت شوف ما يخالف، هسه انت عندك ثروه النفط والغاز لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظه. طيب اكو استخدام للغاز لو بس للنفط رايحين. بس للنفط. زين ليش ما تستثمرون بالغاز؟ يقول لك مصانع اللي هو سنويا يعني مصانع يكلف الدوله. ايش مانعك عن ايش مانعك عن المصانع؟ فلوس. فلوس ليش؟ وين وديتهم الفلوس انت؟ منو حاسبك على الفلوس اللي انت اجنك وما استفدتهم؟ يعني سنويا العراق يخسر من الغاز ما يقارب الخمسة مليار دولار. زين يعني ما كانت تنفعك الميناء لوباني، ما كان ينفعك كم يرفدك مبلغ من المال انت ذيك الساعه تكون في سد الامان، وبالتالي ما تتعرض الى هذا الضنك المالي اللي قاعد يعيش البلد. اول نقطه هي الرؤيه، ما عندنا رؤيه اصلاحيه حقيقيه. رؤيه اقتصاديه ماكو، مو اصلاحيه. قبلها رؤيه اقتصاديه ما في. قبل الرؤيه سوء اداره وتخطيط هو اوصلنا الى هذا الحال. اكيد هذا على متفق عليه وناسس حلقتنا. رحب بك مره ثانيه استاذ عبد الرحمن. الحكومه جاءت على اعتاب حراك اصلاحي ومطالب اصلاح، شنو اللي قدمتها هاي الحكومه خلال خمسه اشهر ماضيه؟ واضح الشيء اللي قدمته الحكومة اللي هو الأكبر هو التحفيز الدولة، تحفيز المجتمع والبناية للتأسيس لدولة حقيقية. إذا أتيت للخدمات مثل ما ذكر السيد القاضي، الخدمات والفلوس والأسس منذ بداية الدولة العراقية للسلطة السياسية، أي أنه الآباء المؤسسين كما يسميهم البعض أسسوا لسلطتهم السياسية وليس لبناء الدولة، من أجل أن تتخلص من نظام السلطة السياسية وشراء الأصوات وشراء القوة. عليك أن تأسس دولة حقيقية، عليك أن تبني دولة حقيقية بمؤسسات. الحكومة الآن ماشية في هذا الطريق، أولا بناء المؤسسات الحقيقية، بناء مؤسسات تكافح الإرث الفساد لسنوات طويلة، تكافح غسيل الأموال الموجود، تشجعت أنه الشفافية في المنافذ الحدودية. الخطوات اللي يكفي هذه الخمسة أشهر أن مثل ما قلت لتحفيز الناس أنه الدولة دولتهم ما عادت دولة كم فاعل سياسي. هذه هو أهم إنجازات الحكومة. أما من تتكلم عن إنجازات الخدمات ولا شيء، واضح أنه الحكومة حالها حال عندما تكون ميزانيتك فارغة، عندما تكون بوضع صحي متعب، عندما تكون سوء الإدارة المتروك لسنوات طويلة. زين. طبعا هذا ما كان سوء إدارة بالمناسبة، كان مقصود أنه إدارة الدولة تكون بهذا الشكل، تأسس لقطاعيات سياسية أكثر ما تأسس لدولة ونظام سياسي. عندما أبعدت الناس بدأت تلمس هذا الشيء؟ شخصيا أعتقد نحن سائرون في هذا الطريق. المهم أن يكون عندك تصميم، عندك الإرادة السياسية، عندك أمل أن تحفز الناس لتكون مستعدة لانتخابات
قادمة أنه هذا الاستعداد ممكن أن نرى صورة أخرى للسياسة العراقية، صورة أخرى للناس اللي تقود الدولة العراقية. هذه الصورة إذا نجحنا فيها في الخمسة أشهر أو ستة أشهر القادمة إلى موعد الانتخابات، نكون وضعنا العراق على طريقة على طريق صحيح لبناء الدولة. أما أنه هذا التراكم وهذا اللي العبث بالدولة العراقية لسنوات طويلة أن نزيله في خمسة أشهر طبعا شيء مستحيل، لكن أن تأسس بشكل صحيح هذا أفضل ما نقدر نسويه. زين، إذا أريد نحكي على دائما أي رئيس وزراء يجي هسه القريبين إلى هو يتحدثون عن تركة ثقيلة. طيب هاي التركة الثقيلة البعض ينظر يقول لك يعني ما أجت من فراغ، طبعا أنتم جزء من السلطة التنفيذية، يتحدثون هكذا. طبعا المسؤولية مسؤولية لكل النظام السياسي، تمام، إلا إحنا واللي يدخل السلطة عارف أنه هذا الخراب السياسي، عارف هذا الخراب المؤسساتي، عارف هذا الخراب. لكن أحيانا أنه تدخل بقيم جديدة، تدخل بقيم ممكن تحفز المجتمع على أن تصل إلى بداية جديدة. أنا شخصيا أعتقد ما بعد تشرين وضعت فاصل لل 17 سنة الماضية وبداية جديدة. هل هناك تعثر في البداية الجديدة؟ يجب أن كلنا نعترف أنه البداية الجديدة بداية متعثرة، لكن البداية حقيقية وبداية صادقة، لأنه الوضع الاقتصادي للبلد، الجائحة اللي يمر بها البلد، أسعار النفط اللي يمر بها البلد، الخراب المجتمعي اللي تركونا، والأمن المجتمعي. الأمن المجتمعي اللي يتكلم عنه سيادة القاضي، إذا ما فيكو أمن مجتمعي ماكو ازدهار في أي بلد من العالم مهما كانت، حتى لو كانت عندها فلوس الدنيا كلها. الرؤية الحقيقية هي بناء مؤسسات وبناء دولة مؤسسات، هذا اللي ذكرته. لكن بناء دولة المؤسسات خلال خمسة أشهر ما صدمت بجدران عديدة وعوائق كثيرة؟ أنت طبيعي حتى لو تعرف أنه هناك جبال من المشاكل، أي مو جدران، جبال من المشاكل، لكن في يوم من الأيام لابد أحد أن يصد اللي هذه البداية. زين، فهي شجاعة أن تصد وأنت تعرف أنه أكو مشاكل كثيرة في البلد. هل ممكن نصلح البلد بالطريقة؟ لا، ممكن نضع حد لانهيار البلد أكثر ما عملية الإصلاح في البلد. تمام أستاذ وائل، الإصلاح السياسي أحد محاور الإصلاح بصراحة اللي خرج من عندها الشعب. شنو السبل الحقيقية لتحقيق هذا الإصلاح السياسي؟ احنا توقفنا عند نقطة أنه ما عندنا رؤية، ونقطة ثانية هي لسوء الإدارة والتخطيط. طيب شنو السبل الحقيقية لتحقيق الإصلاح؟ احنا بالبداية اللي فضت حضرتك دولة المؤسسات، أي ترى هي مو دولة مؤسسات، لأن هي لحد الآن مؤسساتها الدستورية ما مكتملة. وتشايفها ساعة مثلا المحكمة الاتحادية معطلة، مجلس الاتحاد معطل، قانون العاصمة بغداد معطل، قانون أقول هيئة لتوزع الواردات المالية على المحافظات والأقاليم ما يردون يسوونه. ليش ما يردون يسوونه؟ قانون المحكمة الاتحادية ما يردون يسوونه. خلافات القوى السياسية، يعني القوى السياسية أقوى من القوى البرلمانية، خليني أمثلها بهذا التوصيف. أنا أشوف الدولة من خلال عضو مجلس النواب، أشوف الدولة من خلال الوزير، أشوف الدولة من خلال رئيس الهيئة، لكن تبين أن هذول وين يعودون؟ يعودون إلى قواهم السياسية، يعني الرأي مو رأيهم، يعني الفكر مو فكرهم، يعني النتاج مو نتاجهم. هاي واحد. اثنين، لم تتبلور لحد الآن نظرية اقتصادية في هذا البلد. واسأل أي اقتصادي قل له احنا بالعراق رأس مالية الدولة اشتراكية، ما حد يعرفها، اقتصاد حور، ماكو هذا الكلام. لا تزال المؤسسات تعمل بالقطاع العام وأقوى من القطاع الخاص، ولا تزال الدولة مهيمنة. عش من تظن 17 سنة ما قدرنا نرسم سياسة نقدية حقيقية أو سياسة اقتصادية حقيقية؟ المسألة في 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 غياب النهج، لأنه من يضع نهج؟ يجي الوزير يخلص له أربع سنوات، يمكن حتى الملفات اللي يسويهن بالوزارة هم يأخذن ويا البيت، حتى بحيث الجاي وراه ما يلقى كل شيء عن 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 الملفات اللي يسبق. وحقك يعني أكو سوالف من تسولف يعني غريبة على الأذهان. يعني مثل شنها يعني صايرة عندنا وزير يأخذ ملفات حتى الوزير يجي ما عادية 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 عادية. المسألة الرابعة كارثة مو عادية، مسألة يعني عادية في تصرفاتهم. أي يعني أقصد عادية في تصرفاتهم. المسألة الرابعة
ما استطاعوا التخلص من المحاصصة. يعني هذا البلد يجب أن تقود الكفاءات. زين. يجب أن يقودون التكنولوجيات. يجب أن يقودون الناس المهنيين. ما معقولة أنت وزارات مهنية حرفية إلها 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 ناسها إلها وضعها. فأنت من تروح تسأل على شو مخلص هذا الوزير؟ قال لك فلان شيء حاطينه بوزارة قطاعية. هذا شو مخلص؟ طبعا حالة غريبة جدا. تدقيق للأضابير ماكو، معرفة الشهادات لا يوجد، العمر وما إلى ذلك من المتطلب ماكو جهة تفحص وتقيم للوزارة ولحتى مجلس النواب. العديد ليش ناشي بالإصلاح؟ هم طبعا ما يردون إصلاح، جزء أنت وأنا نريد إصلاح بس هم ما يردون إصلاح، لأن الإصلاح يشملهم كلهم، يشملهم خلط وصل كل الأحزاب السياسية كلها يشمل بدون استثناء، فكلهم مسؤولين عن البلد لأنه كلهم ساهموا بالحكم. هسه 2003 كنا بمجلس الحكم محددين 25 زين. أحزاب محددة، رحنا للوزارة هم أحزاب محددة، لكن بعدها بدأت المشاركة. من صارت الديمقراطية والانتخابات كل القوى السياسية اشتركت في منظومة الحكم، فإذا كلها تتحمل مسؤولية التراجع والانهيار البنيوي في هذا البلد، كلها تتحملها. بالتالي شنو نوع الإصلاح السياسي اللي يحتاج العراق بصراحة؟ الإصلاح السياسي يعني هسه احنا من كلامك الإصلاح السياسي أنه لما تنطرح مشاريع قوانين تستكمل بوقتها القياسي الزمني المحدد. يعني مو هذا اللي قصدته، يعني من كلامك أقصد. من كلامك انه اصلاح سياسي، احنا علتنا بالاصلاح السياسي، يعني علتنا بالسياسه، ما علتنا احنا ببعض الاطراف اللي جاءت للحكومه، لكن شغلتنا سياسيه، وبالتالي انه هاي المحاصصه وغيرها بنيت على اساس الاحزاب، بالتالي ازاحه هذه الاحزاب تغيير النظام لو شنو يرادنا؟ يعني ازاحه الاحزاب هي اولا بدت بسيطه. تجذرت بالدولة، تجذرت بالسلاح، كونت أموال، فتحت مكاتب، زين. أصبح لها وجود بالشارع. إزاحة ما نقدر، إزاحة صعبة. زين. الجيل المقابل إلها أو الرافض إلها سواء كان مجتمع أو شباب أو ثورات أو انتفاضات سميها ما شئت، أي ما منظمين، يعني عملهم غير منظم، والشيء بدون تنظيم ما يوصل إلى نتيجة، وذولا منظمين أصبحوا بوضعهم اللي خايفين عليهم، ما خايفين أن يفقدون شيء. زين. لكن أكو تراجع صار عندهم، يعني ما هم الأولين اللي إجوا بال2005 ولا هم اللي إجوا بال2006 ولا هم اللي إجوا بال2010، لا بدأوا يتقلصون بال2014 و2018. أوكي. بدأوا يتقلصون صراحة يعني. زين، إذا على هذا التقليص، إذا إحنا كل سنة وكل دورة انتخابية رادنا فد 10% تقليص، إيش راح يرادنا على هذا المستوى؟ إذا نقول كل أربع سنين 10% تتنازل من عندك؟ البناء السيء طور. البناء السيء عندك طور. زين، طيب الحلول السريعة اللي يمكن من خلالها تحقيق الإصلاح سياسي اقتصادي أمني؟ يقعدون كلهم القوى السياسية يختارونهم رئيس وزراء يقتنعون به ويدعمونه جميعا، ويقولوا له هاي الوزارة وزارتك وأنت اختار الوزراء. مو بالعلن اشتغل وأنت رشح وزراءك وراها أربع ساعات تبدي التأثيرات والتليفونات واللقاءات والزيارات. هذا تخليه بفلان وزارة وهذا تجيب له كذا وهذا تحمده، ولا يتدخل فيه وزير أو وزيرين ربما. خارج إرادتهم، خارج ما راح يصير. صارت هاي الحكومة الكل كانوا حاضرين وفرحانين وملتمين ورشحوا الكاظم وكلفوا، بالتالي تصير كارثة بالبلد. إرادة تصير كارثة بالبلد يا عباد الله، مو كارثة، إرادة تصير بالبلد. أنت عندك بالمادة 76 أنه يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، ترشح محمد توفيق علاوي، ما خلوه يكمل، اعتزل وانسحب. رأسا الرئيس الجمهورية كلف عدنان الزرفي، قبت العطاء على عدنان الزرفي، يقول لك هذا يعني يخفي خلاف ما يظهر، اعتذر الرجل راح. فرئيس الجمهورية قال لهم أنا راح أبدي أنا أكلف، ما راح أرجع لكم، يعني راح يفقدون
قيمة المادة الدستورية اللي تعول على النظام النيابي البرلماني اللي هي مؤسسة أن تنطل الكتلة النيابية البرلمانية باور قوي جدا، هي اللي تشكل الوزارة، راح يفقدونها. ليش؟ لأنه رئيس الجمهورية هو اللي راح، ولهذا حضروا كلهم ويا الكاظمي معلنين أنه إحنا تأييد إله وكذا كذا، يمكن عدا دولة القانون أعتقد ما كانت موافقة ولا راغبة، ولكن كان حضر ممثل السيد، ولكن بعد 4 أيام بدأت الضغوط على الكاظمي على حد معلوماتي وصارت الوزارة بهذا الشكل. صارت الوزارة بهذا الشكل. إذا تحدثنا عن هذه الإجراءات أستاذ عبد الرحمن، شو نشوف أنه يخفون ما يظهرون أو يظهرون ما يخفون، وبالتالي أنه اليوم أنا وياك بالعلن شيء لكن بالسر أمارس عليه ضغوطاتي وخليك أنه ترضخ إلى مطالبي واجيب لكان الوزراء، شلون راح يتحقق الإصلاح؟ شوف هشام، أنت والسيد القاضي طفرتوا المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية بالإصلاح. الأولى شنو طفرنا؟ اللي المرحلة الأولى أكفرق بين أنه تكون عندك نظرة الصقر ونظرة الدجاجة على الأرض. زين. اللي أساس المشاكل وعلة المشاكل في العراق هو الأمن المجتمعي. أساس المشاكل في العراق كله بشكل عام الأمن المجتمعي والفوضى الذي أحدثتها القوى السياسية بالمشهد العراقي. كل ما وجدت الفوضى ابتعدت الناس اللي لديها قدرة على الإدارة وعلى العمل الحقيقي، لأنها الفوضى ما تحرر العقول. العقول اللي هي عقول قادرة على العمل ما تعمل بالفوضى، لأن الفوضى مسألة قتل لهذه العقول. فمن تولى دفة الإدارة بالعراق تولفتها العقول اللي هي عقول قريبة على عسكرة المجتمع، قريبة على البعيد عن الإدارة، اللي تميل إلى الفوضى والسلطة وجلي الأموال. إذا خلقت بيئة حقيقية لهذه العقول تتحرر هذه العقول. متى ما تحررت هذه العقول راح يصير أكو فاعل سياسي جديد. هذا الفاعل السياسي إذا وفرت للقوانين اللي تكلم عنها السيد القاضي راح يدخل مؤسسات الدولة والبرلمان والتشريع. زين. لحد هاللحظة هذه احنا بالنسبة على السنة الماضية ما وفرنا جو آمن لشخص عراقي بعيدا عن أجنح او حزب عراقي بعيدا عن أجنحة عسكرية تقوم مقام الدولة. فهذا هذا غير تلميح، هذا مشكلة والله، هذا غير تلميح. لا ماكو تلميح، شنو واضح شنو تلميح؟ لا ماكو تلميح، هذا بالقصة. التلميح انه اذا اردنا ان نبني دولة ان نعيد الامن الى المجتمع، خاطر المجتمع يتحرر ويتحرك. زين. ويقادر على البناء، قادر ان يذهب الى البرلمان. زين عليك. بدون لا بدون احلفك بالله ابتعد عن هذه القيود وتكلم لي. لا انا احنا اليوم عندنا رئيس وزراء، هذا اللي قصته وسالف فهمته، اذا ما فاهم غلط قل لي فاهم غلط، انه عندنا رئيس وزراء لاول مره يكون عراقي خالص، وبالتالي انه اكو قيود عليه، هاي القيود المشكله جاي يشوف استهداف السفاره، جاي يشوف صواريخ، جاي يشوف استهداف الامن، عدم استتبابه. صح مو تقول لي صح وخطا، دعم انا هذا اللي فهمته، بس قل لي صحيح. هذا اقول لك انه صحيح، هذا اللي فهمته على مود اشوف الجمهور فاهم هذا الشيء. انا اجايك انت تي صراحه، انا صريح عمري كله، بس بدون قيود. بدون قيود ماكو داعي للقيود. القيود عندما تكون الدوله مهدده، عندما تكون الدوله الرديفه للدوله هي السائده، تختفي العقول العراقيه. زين. تختفي الاداره العراقيه، لانه بطبيعه البشر الصوت البندقيه يهزم صوت العقل. هسه من المسيطر؟ الدوله الرديفه. الدوله الرديفه طبعا الشارع مسيطر عليه، الدوله الرديفه. كل كفاحنا الان هو تاسيس دوله، خاطر تكون الدوله الحقيقيه دوله المؤسسات، دوله القوانين. الفاعل السياسي اللي تكلم عليه السيد القاضي فلح من هاي الدوله الرديفه. وش خليك وياك، انا اعطيك الوقت كله لك وكمل فكرتك على راحتك. شوف بس عندي نقاط مهمه ضروريه. ضروريه. شنو هاي الدوله الرديفه؟ الدوله الرديفه اللي تكلم عليها الدكتاتوريات السياسيه. أي. مو دكتور، ما عندنا برلمان، عندنا قطاعيات سياسيه معينه، 4-5 أشخاص. هذه القطاعيه ال 329 مع احترامي وجل احترامي. أي. للبرلمان، هو يعمل في هذه القطاعيات، هو ممثل للقطاعيات ما ممثل للشعب. ومن تكون ممثل للقطاعية سياسية ما ممثل للشعب،
هذا الدمار اللي وصلنا له. أنا ما أتكلم عن خطة اقتصادية وما عندنا خطة اقتصادية. لا، ما عندنا قدرة عقلية أن نكسر التابو على هذه الإقطاعيات السياسية خاطر نتحرر ونبني رؤية اقتصادية. هذا البلد موجود بدرجة ذكاء عالية، موجود بعلماء كثيرين، لكن ما فائدة العالم إذا كان يخرج للشارع وهو مهدد؟ زين، ما فائدة الطبيب، ما فائدة المهندس، ما فائدة القاضي نفسه؟ زين، شلون القاضي ما عاد راح يشتغل إذا أكو دولة رديفة مسيطرة على الشارع؟ أنا شخصيا أعتقد، قلت أنه حركة الشباب تشرين سمحت لمزاج شعبي جديد، علينا أن نأسس على هذا المزاج لقيادة دولة جديدة. أنا ما أتكلم أنه شباب تشرين يقودون دولة، لكن شباب تشرين أعطونا فرصة أن نعيد نظريتنا ونعيد تقييمنا للدولة، تقييمنا لعمل الدولة كيف تعمل، تقييمنا للكفاءات الموجودة بالدولة، تقييمنا القانون الانتخابي اللي يبني أسس الدولة. راح تخليك هاي الدولة اللي اسميتها الرديفة تقوم بهذا العمل؟ ما عندنا خيار كعراقيين غير أنه نبني دولة واحدة واضحة المعالم معروفة للجميع تمشي حسب القوانين والدستور. ما عندنا خيار في هذا البلد غير هذا. خلينا ننتقل للأستاذ وائل. أستاذ وائل، إذن ما أمامنا غير مواجهة، إذا أردنا فعلا إصلاح حقيقي فلا بد أن تكون هناك الإرادة السياسية، أو خلينا نسميها الإرادة المتمثلة بالسلطة التنفيذية، برأس السلطة التنفيذية. فبالتالي متى ما كانت هناك إرادة للمواجهة الحقيقية مع من أسماها السيد عبد الرحمن الدولة الرتيفة، عندها سيتحقق الإصلاح. يعني هو تكلم في نقطة مهمة جدا، الأمن المجتمعي. الأمن المجتمعي أنت قاعد ببيتك وما تعرف هاي السلاح المنفلت اللي قاعد ياخذ مداه ودوره، المن تابع للدولة، خارج الدولة، فصائل يعني مسلحة، هذي شيء يطلقون عليها بعض الأحيان يعني في المصطلحات احنا ما نعرفها. احنا اعتدنا على وزارة الدفاع والداخلية وأمن وطني واستخبارات ومخابرات، ما اعتدنا على هذا الخليط، بحيث أني كنت أعتقد أنه كثير من الأحزاب يعني لا توجد لديها فصائل مسلحة، لكنه بالواقع الحال كل الأحزاب عندها فصائل مسلحة. طيب إذا أنت بالسلطة وأنت بالبرلمان وأنت بالوزارة وأنت عندك فصيل مسلح، إيمان هم أخوك وياك عايش، لا عندي فصيل مسلح ولا عندي ناس متجذرين بالدولة ولا عندي كذا، معيشة مالتي شو راح أصير وياك؟ يعني راح تبقى حاطة إيدك على رأسي ليمتى ما أشيل، تقول لي انزل لو شلون يعني؟ فهذا اللي يتحدث عنه الأستاذ اللي هو الأمن المجتمعي. زين، سلموا السلاح كله بيد الدولة وضربوا مثل للعالم كله أنه إحنا دولة قانونية وليست بوليسية وليست دولة فصائل مسلحة، حتى الناس تحترم وضع البلد أولا. ثانيا، إحنا من تحقق عندنا الأمن المجتمعي، من تحقق عندنا الاطمئنان، راح نكون مبدعين. لكن أنا خايف وأرجف وما أعرف أنا هاي العصابة اليوم تتجيني، أنا أقدر أشتغل، أقدر أبدع، أقدر أروح العملي، أقدر أطمئن على عائلتي، هذا كل ما يصير. هذا الأحزاب اللي ذكرتها ليش ما تسلم سلاح؟ شنو المانع والعائق اللي ببالها حتى ما تخليها إنه ترمي سلاح؟ يعني إحنا مشكلتنا ويا السلاح ما هي جديدة، يعني مشكلة قديمة، بس كانت العشائر هي دوم مسلحة وعيب على وقت العهد العثماني. لكن بعد أن تأسست الدولة بال21 لا، بدأت الدولة قلص دور العشائر وتبني على دور المؤسسات المدنية إلى أن صارت عندنا دولة. دولة كانت العراق، كان دولة. يعني أنا عجبني ذاك اليوم الرئيس السيسي قاعدين مجموعة، قال له يا محمود أنت رحت للعراق؟ قال له لا ما رايح يا سيدي. قال له العراق دي كانت دولة يشار إليها بالبنان. دي كانت، كانت. لكن إيش قال له بعدين؟ قال له لكن هذا الرجل طخ راسه بالحيط وأنهى الدولة. طبعا يقصد على صدام. على صدام. فهذا الحروب العبثية، انتشار السلاح اللي صار بعد 2003، حتى المدافع أنا شفت جو هذا المعلق اللي هي مساحة النهضة. مدافع. كيف حالك بالبيكيسيات وبالقاذفات وبالرمانات؟ هذا كله يساعد الشعب، يساعد الشباب على الخروج على القانون، الخروج على النظام. ليش؟ لأن يشعر عنده قوة، عنده باور. ما نحتاج هذا كله. أرجع السؤال، تعتقد
انه السيد الكاظمي راح يتخذ خيار المواجهه في ظل انه ماكو الاحزاب ما جاي تعيني واني بالتالي ما امامي غير ابني دوله مؤسسات، فانا راح اتخذ خيار المواجهه، شو يصير خليه يصير. خوش خليني اقول لك احنا شلون اسسنا مجلس الوزراء. ايه هو اسمه رئيس مجلس الوزراء بس حتى الجمهور يفهمها بالدستور شلون احسنت بالدستور. ايه. رئيس مجلس الوزراء يعني ان كل المقررات تصدر من كل مجلس الوزراء يصوت عليها. حلو. وبالتالي يطلع القرار، مو قرار رئيس مجلس الوزراء الا بالاختصاصات اللي يملكها فقط. لكنه العامة الى مجلس الوزراء. فاذا يريد يتخذ قرارات ويعرضها على المحاصصة خلاف اللي يريده يقدر يشتغل؟ هذا يشجع القرارات السياسية. هو عشان قرارات أمنية. القرارات السياسية. القائد العام للقوات المسلحة. وين تنعرض؟ سيادة القاضي. وين تنعرض؟ شو قرار أمني يعرض على مجلس الوزراء؟ ما يخالف، عندك وزير دفاع. عندك وزير داخلية. عندك جهاز مخابرات. عندك أمن وطني. عندك هيكلية بعد للأمن الوطني. عندك الحشد. عندك بعد ما أدري شو ممكن الاستخبارات. سبعة قاعدين وياك. شوية. أي. إخو مو كلهم إلك دولة تابعين. هاي يعني قصد اللي جاي تريد توصله. انه تصدر قرار ما يتم تنفيذه، مو بس ما يتم تنفيذه يعني قد ما يستجيبوا له، يعني قد ما يصوتون له. ماكو امر عسكري يعتبر. ماكو امر عسكري. شلون ما يعتبر؟ هو قائد عن قوات المسلحة سيادة القاضي. افتهم يا اخي. افتهم انا، افتهم شنو تسال. يعني انا قائد عام قوات مسلحة، الاذرع مالاتي بيش اشتغل انا؟ انا صدرت اوامر بس الاذرع وينه؟ مو صدر جهاز مكافحة الارهاب على سبيل المثال. ما يخالف. هذا ذراع من الاذرع. زين. لكنه الخطوات اللي مشى بيها قدر يحقق من عندها فرد شيء؟ أي. لأنه مكبل. والاعتقالات اللي صارت هاي الاعتقالات احنا نشد على ايده ونشجعه ونآزره ونقول له عافية عليك وعافية يا فريق احمد ابو رغيف وامضوا في هذا الاتجاه على الاقل، خل نبدي، خلي تشعر الناس اكو مكافحة للفساد. زين. اهلا وسهلا. احنا مكيفين بهذا الحكي. فبالتالي شنو؟ بالتالي انه ماكو راح يصير اي قرار سياسي اذا مو ما يطلع من مجلس الوزراء كامل بالتصويت الكامل او بالاجماع. ما قاعد يصير هذا. ما قاعد يصير. يعني عمليه النظام في اداره الجلسات وفي توزيع الملفات وفي التصويت على الملفات ما قاعد يحصل. اثنين هو مو بكيف جاب وزير الدفاع معلوماتي، ولا بكيف مثلا ابو الامن الوطني، ولا بكيف هذا. فبالتالي هذه المحاصصه دمرت العمل السياسي وأنهت الوضع الأمني. زين. أستاذ عبد الرحمن، هاي كلها جدران اللي أنا قبل قليل سألتك عليها، قلت لك راح تصطدم بجدران، راح تصطدم بعوائق. شو راح تقدر الحكومة من وجهة نظرها إنه أنا ممكن أجتاز هاي الجدران؟ ماكو وجهات نظر اليوم. عندنا أوامر أو عندنا عوامل دستورية تمنع، عندنا مواد دستورية تمنع هذا الشيء. تصويت. عندنا بالتالي من ينفذ القرارات؟ هاي كلها جدران وعوائق. تفضل هشام. الحكومة تنفذ. المواجهة مو واجهة حكومة مع فصيل معين. المواجهة مواجهة المجتمع مع الفصيل المعين. لخاطر تصبح عندك الحكومة تصبح عندها شرعية المجتمع. أي. فمجتمعنا عليه أن يواجه قيم أنهكته، قيم قتلته، قيم جعلت من عنده اللعوبة. هذه المجتمع شو وقت ما واجهها، ودليل أنه من 17 سنة شباب تشرين بدأوا يواجهون هاي القيم. مزين. فمن بدأ المجتمع حفزوا المجتمع على المواجهة المجتمعية. الآن لدينا بداية المواجهة حقيقية. الحكومة شو وقت ما المجتمع كان متعطش إلى نظام غير هذا النظام، إلى إدارة غير هذه الإدارة، الحكومة تستجيب للمجتمع. لو لم تكن ثورة تشرين موجودة لما كان الكاظم، لو لم تكن تشرين موجودة لما تكلمنا عن انتخابات أخرى. هي هيئة الظروف. إذن إحنا في بداية طريق تغيير حقيقي. طبعا الحكومة قادرة أن تعمل جزء من التغيير وليس التغيير كله، لأنه النظام اللي يتكلم عنه سيد القاضي، الدولة الرديفة اللي أنا تكلمت عنها، هذه مو سهلة، مو سهلة. مصادر البلد ل 17 سنة انتهت في إجوب هذه الدولة الرديفة. انتهت في الاقطاعيات السياسية، وإلا دولة غير قادرة حتى عند دفع رواتبها. ليش؟ ليش؟
سوء الإدارة اللي تكلم عنه. وين الصناديق السيادية اللي كان مفروض مالتها؟ وين الاقتصاديين العراقيين اللي كانوا ممكن يستقرؤون ما يحدث؟ وين الخلايا الذكية اللي تقود كل دول العالم؟ هناك كل دول العالم، هناك برلمان، هناك حكومة تنفيذية، بس هناك علماء ينذرون نفسهم للأمة، يخططون للأمة 10 15 20 سنة لقادم، ما يهمهم الإدارة السياسية، لأن على أمل أنه كل الإدارات السياسية هي جاية لمصلحة الناس ومصلحة الشعب. مع الأسف الإدارات السياسية السابقة كانت لمصلحة أشخاص، كانوا يعملون لأشخاص أشخاص طبعا، لأنه دليل أنه ثروة هذا البلد بددت على مجموعة من الأشخاص، ما بددت على المجتمع، ما بددت، ما أعطتنا تعليم، ما أعطتنا صحة. سوينا إحنا لجنة؟ لا، سوينا لجنة لمكافحة الفساد، سوينا لجنة حتى نلاحق هؤلاء السارقين. اللجان السابقة؟ لا، هاي اللجنة الجديدة ما سيدة وظيف. اللجنة الحالية بدأت، ولا بدأنا نلاحظ متابعة تحجيم للصوص الكبار. لا، أن تصل للصوص الكبار، اللصوص الكبار ما لديك سيد قاضي موجود، هل ممكن أن تلقي القبض على شيء بدون دليل؟ صعب صعب، فعليك أن تجد الدليل. زين، شلون جاي يتم التحجيم؟ هذا طرح مهم. طريقة التحجيم، شنو آلية التحجيم اللي جاي تتبعها الحكومة؟ شوف، أمام الدولة السهل الممتنع. زين، السهل الممتنع أن أقص مصادر هذا الفساد. فأمامك أن تتحرك من مصدر إلى مصدر آخر، إلى أن تصل إلى عملية مثل البالون هذا الكبير. لازم تروح على المنفاخ اللي يخلي البالون دائما منتصب بالسماء. زين، إذا وخرت المنفاخ مع الوقت البالون يصبح خرقة. هاي الطريق اللي جاي يتبعها فريق السيد أحمد بوغيف. عليه ما أكو، لأن إذا ما عندك دليل صعب عليك أنه شوف كل الشارع العراقي الآن من تتكلم وياه يقول لك جيبوا لي الحوت الكبير. خلق لك تساؤل الشارع. طب تساؤل الشارع يقول لك إنه اليوم أنا جت فترة صارت اعتقالات لرؤوس، هسه نسميها، البعض يسميها درجة ثانية، البعض يسميها خط ثالث، هسه المهم تم اعتقال وعدها جاي يتم تحقيق بيها. لكن يقول لك ليش هاي الفترة خفتت هاي الأمور؟ هل هناك ضغوط سياسية جاي تمارس على حكومة الكاظمي؟ هل هناك ضغوط لإخراج المتهمين بهذه القضايا والمعتقلين؟ لا، شوف مرة ثانية، أنا مو بالمجال القضائي ومو مجال العدل، لكن هسه كثير بالشارع اليوم كتب أحد لي أنه أنتم شباككم دائما قدرتها على الزوري، أي مو على الحيتان ولا على السمك الكبير. صح، أكو إجراءات قضائية قانونية يجب اتباعها. الاعتقالات مستمرة، الدليل البارحة تم اعتقال رئيس هيئة الاستثمار. هذه الاعتقالات مستمرة حسب جدول معين وشخصيات معينة. أي، وكل في وقته. زين، راح تطال شخصيات كبيرة بهذا إذا كان أكو دليل. طبعا ما ممكن تروح السيد القاضي يساعدني بهذه، ممكن أنا أروح أجيب أي شخص. أي، بالعكس، إذا تجيب أي شخص الآن ثانية مخرج، لأنه دليل ماكو والنتيجة النهائية ما تقدر ترجع عليه بنفس القضية. جاوبني على سؤالي، هل هناك ضغوط سياسية جاي تمارس على من تم القاء القبض عليهم؟ طبعا. أها، طبعا. إيش تتوقع يعني؟ من هاي الضغوط؟ من جهات سياسية وحزبية؟ من سبب خرابنا هذا 17 سنة، هاي الضغوط اللي جاي تمارس على الحكومة الكاظمة من إخراج هؤلاء من جهات سياسية؟ لا حبيبي، من القمر دي مارسون طبعا. طبعا من القيادات السياسية الموجودة. أي، طبعا، لأن هذول الناس اجوا عن عملاء عميل، يعني وكيل لهذه الشخصيات. فإذا أنت تريد، طبعا أكو قصة علينا؟ لا، هذا كلام خطير والله. طبعا لا بصراحة، كلام هاي منظومات جنة. منظومات أصبح العراق بهالفترة. هاي كلمة العميل خلوه وقف عدها، شنو المقصد بها كلمة العميل اللي قصته؟ الناس وكلاء لشخصيات كبيرة في البلد. زين، واضح. البلد مقاسم، ثروات البلد مقاسم بين شخصيات واضحة المعالم. الشارع العراقي اللي تتكلم عنه يعرفها، الكل يعرفها، بس أنت الدولة تتحرك بدليل قانوني وبالقضاء. ما قادر الدولة، احنا مو عصابة، هذا الفرق. لو كنت عصابة رحت أخذت أموال الناس، مثل ما كثير من العراقيين يطالب بالمديل السعودي.
لا احنا دوله ديمقراطيه ودوله قانون. اي قصدك بالريز كالرتون؟ زين بالضبط. انه احنا دوله قانون، اذا ما عندك دليل ما تقدر تروح للشخص. خلينا نتوقف على الريز كالرتون استاذ وائل. انت عضت القاضي وتعرض الاجراءات القضائيه، لكن البعض يقول لك انه انا كان عندي قرار مجلس قياده الثوره المنحل اللي هو مختص باسترداد الاموال. احنا بذاك الدوره النيابيه السابقه تم الغاء هذا القرار. طيب شنو البديل اللي يمكن من خلاله استرداد الاموال؟ اشتغلنا على يعني قانون مع الامم المتحده واعتقد الورشه انعقدت في اسطنبول، و كملنا مشروع قانون استرداد الاموال سميناها المنهوبه. المنهوبه. وشرع القانون ولا يزال نافذ، يعني لا يزال نافذ. نعم، وبامكانهم ان يستندون اليه ويستعيدون الاموال. ولعلي هذا اليوم سبحان الله كنت استمع الى يوتيوب للمرحوم الدكتور احمد الشلبي عندما فاتح حيدر العبادي وقال له انا اعرف اكو اموال وين موجوده بس انطيني تخويل حتى اروح اراجع. فانطاه تخويل ومن راح يعني بدل 300 يمكن جاب له اموال موجوده بحدود قدر معين. فقال له خلي كذا نكمل حتى يعني نكمل الاموال ووقفت العمليه وانتقل الى رحمه الله. زين بالتالي هاي الاموال منهوبه، شلون اقدر استردد الاموال من جيوب الفاسدين؟ كان اللي يجي يصني يقول لي هذا القانون اللي جاي تفضل به انه هذا يخص الاموال المنهوبه مو الاموال التي تم سرقتها. شنو الفرق بين المنهوب؟ اكو اموال خربت خارج العراق واكو اموال لا يلاحقونها موجوده هسه. 90% من دول العالم نظيفه ما تقبل بهذا الحكي. روح هسه حول لك 5000 دولار الى الاردن على سبيل المثال. روح فنك تقدر تحول لك 5000 دولار الى الاردن، هاي الدوله جاره الى ما يسمحوا. زين شنو العائق لعد ما اقدر ارجع مغلي صار 17 سنه؟ ما عندك اراده ان ترجع. إرادة سياسية طبعا. ما عندك إرادة أن ترجحن. هذا الرجل كان مستعد يرجحن كما كلفتوه يرجحن. ليش ما كلفتوه؟ ليستكمل المشروع ماله. وهذا طبعا ظهر بعدين علق عليه الأخوان، ها أيضا علقوا عليه. فالقوانين موجودة، القوة المسلحة موجودة، القضاء موجود، الشرطة موجودة، كل المستلزمات لإلقاء القبض ولإعادة الأموال موجودة. عندك دولة كبرى كانت راعيتك تحميك، يا دولة تعتقد أنه فلوسك بيها تروح تعاونك تجيبها. زين أنا عدي سويت حلقة كاملة قبل عدة أيام على هل سينتهي الفساد في 2090؟ أرد أسأل هذا السؤال زي حلقة كاملة، بس أسألك هل سينتهي الفساد عندنا بال 2090؟ يمكن بال 2090 راح نشوف إصلاح حقيقي يلمس المواطن العراقي؟ بس احنا وين بالقبر؟ وين بهذا الوقت؟ عمرك طويل ان شاء الله. جاوبنا على السؤال. انا عايش من 2090 هسه العالم كله تفكر مال 10 سنين اللي قدام 15 سنه. بالله اعطيني رؤيه بالله من خلال هسه اللي موجود عندك جاي تلمسه نقدر ب 2090 الفساد؟ والله انا اعتقد انه عمليه المواصله كون ماكو انقطاع مواصله. من تصير المواصله تبدا النظافه. اي تبدا النظافه. وإن قال أحدهم أن المصعد ينظف من أعلاه لا من أسفله، الجماعة نظفوه من الوسط، هسه لا راحوا للتحت ولا راحوا للفوق، ما ندري صعود راح يصير لو نزول هم ما ندري. عملية الانتشار مهمة. الانتشار فوق وجوه صارت من النص يعني تقريبا. لكن في كل الأحوال حقيقة يعني حركة مباركة. حركة مباركة. البعض يتحدث يقول لك أنا إذا أروح أشرع بانتخابات نزيهة حقيقية راح تكون عندي أول بوابة وأول بادرة للإصلاح السياسي. طيب أنا لحد الآن بدينا بخطوات باتجاه إجراء انتخابات نزيهة وحقيقية وشفافة؟ ولا يغيب عن ذهنك وذهن المشاهد أن ثورة تشرين حققت منجزات. تمام. أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي. دعت إلى انتخابات مبكرة وهذا ما تحقق. نريد قانون يليق بتحقيق العدالة وهذا ما يسعون إليه. فإذا تحققت العدالة والله الله في نظم أموركم يا شباب، أعتقد التغيير سوف يبدأ ويبدأ قويا.
سوف يبدأ قويا بس بصناديق الاقتراع، يعني زين. معاركنا ولافتاتنا وهوستنا وهتافاتنا خلينا نسويهن بصندوق الاقتراع بس بثلاثة شروط. الأول مفوضية نظيفة، تزوير تأثير سلاح مال ماكو، أمم متحدة تشترك ويانا، طلع لنا الزواغيل مالت الجماعة وين يلعبون وين شو اسمه يسوون. حلو. والثالثة نريد إرادة الناخب مثل نخلة العراق ما ينكسركم، لا يأثرون عليه بفلوس وبطاقة وكارت وبطانية وتشوله وهذا سوالف هاي الوجعانة. هذا اني حقق لك صورة جديدة من صور المجتمع العراقي، وهذول ناس يعني اغلبهم انضاف ما عندهم شيء، لا شهدوا معارك ولا شهدوا جوع صراحة يعني ولا شهدوا كذا، فمن يجون مدفوعين بالوطن لانه هو نازل اخذ حقي واريد وطن. بعض الضيوف يتحدثون يقول لك انا عندي السلاح المنفلت، هذا بعد نقطة مهمة اذا ما تم القضاء عليها فانا راح اشكك منها. اعتقد بصندوق الاقتراع اي تقدر تحجم السلاح المنفلت، تقدر لأن السلاح المنفلت لهذه القوة السياسية هي أطلاقا لا يخرج عنها، أطلاقا كل السلاح المنفلت عائد إلها، كل السلاح. ولو يردون هم يقضون عليه بأسبوع بيناتهم قاعدة واحدة بالمشاورات كله يقضون عليه، بس هم ما يردون، ما يردون يقضون خاليين من يعني ناس لا خاليين من والله ها خاليين من حتى يخوفوني ويخوفونك ويخوفون. أستاذ عبد الرحمن، الانتخابات المقبلة لحد الآن تم تحديدها؟ سيد الكاظم يحدد يوم، هسه راح يبتعد شهرين يقل شهر، هسه نقول بوابه راح تكون للاصلاح السياسي، لكن تحكي لي بالقوانين المعطله، قانون الانتخابات، قانون المحكمه الاتحاديه، كيف يمكن للشارع ان يقتنع اليوم بهذا القانون؟ نقطه الاخرى يقول لك اني نفس ما ذكرت استاذ عبد اللطيف، انا عندي سلاح مفرد، شلون راح تقدر حكومه تامن لي الاجواء المناسبه لاجراء الانتخابات؟ كنت تعطيني دقيقة على الأموال المنهوبة؟ أعطيك ثلاث دقائق. شوف، الأموال المنهوبة شيء حقيقة ما ترجع إلا بعلاقات دولية ومساندة دولية. زين. إذا إحنا نستمر يومية مشردين التمثيل الأجنبي بالعراق، التمثيل الأجنبي عدة أدوات واضحة يضغط عليك بهذه الطريقة هذه. فمرات أحيانا نتخذ قرارات ما لها علاقة باستراتيجية الدولة، لها علاقة بمزاج وعواطف، فيجب أن ننهي هذه القصة. بالنسبة يمكن عفوا على مقاطعة، لكن يمكن أكو رأي آخر يقول لك أنا ساعدك المن حتى يجوا ويأخذون الحرامين. رجع تعال تحكي لي وين راح تروح، رجعك إياها وين راح تصرف؟ أنا راح هم راح توديها وراح نفس الشيء، فلهذا ما يهتمون ما يساعدوك. أحسن سيادة القاضي، أبواب الصرف وراء القصة بالانتخابات. الآن أكو لجنة بمكتب رئيس الوزراء اسمها الأمن الانتخابي. أها. زين. هذه اللجنة تتواصل عملها في سبيل كيف الانتخابات تكون نظيفة، كيف الانتخابات السلاح ما يدخلها وتهديد السلاح. أكو خطوات كثيرة تمشي بها الطريقة. هاي لجنة قديمة شكلت. لا لا لا. لجنة الأمن الانتخابي. لا لا، هاي لجنة مع مجيء الكاظم. تمام. لجنة جديدة. مارس عمله. أوكي. بالنسبة إلى الانتخابات النظيفة. شوف، من وجهة نظر الحكومة ماليا وإجرائيا. السيد رئيس الوزراء ضمن برنامج الحكومي كل تعرف أنه المهمة الأولى والرئيسية للسيد رئيس الوزراء هي إقامة انتخابات مبكرة. تمام. الحكومة قالت أنه أنا مستعد للانتخابات في 6 حزيران، لكن شروطها الأخرى أن يكون المجلس التشريعي مستعد، لأن الحكومة ما قادرة تقيم انتخابات بدون قانون انتخابات. الحكومة ما قادرة أن تقيم انتخابات بدون وجود محكمة اتحادية. فالخلل الآن الموجود هو مو خلل حكومي، مو خلل تنفيذي، خلل نيابي، خلل تشريعي. على البرلمان أن ينهي هذه القصة، ونحن سائرون في هذا الطريق. زين، لجنة الأمن الانتخابي اللي تفضلت بيها، شنو اللي أدته من خلال تشكيلها اليوم؟ اللجنة مستمرة الآن تعمل على أنه تقدم لنا انتخابات نظيفة. اللجنة شكلت بفترة قصيرة،
يعني كثير من أوراقها ما زالت أعضاها منه كثير من أوراقها ما زالت تعمل عليها طبعا بعضويتها القوات الأمنية بعضويتها خبراء بالانتخابات هناك دعم من قبل المجتمع الدولي الأمم المتحدة لهذه اللجنة طبعا أكيد وإلا كيف شنو فائدة الانتخابات المبكرة إذا ما كانت نزيهة خاطر نبني عليها أن تقيم انتخابات بالطريقة القديمة لا خير في انتخابات بالطريقة بالآليات القديمة عنوان اللجنة جاء يوحي لي وإنما رئيسها هو رجل عسكري أو شخصية عسكرية لجنة الأمن الانتخابي لحد الآن لم يوضع لها رئيس لكن الآليات المسودة لبنائها تتداول بها شخصيات معينة وطرحها الآن طرح مدني أنه رئاستها تكون مدنية أكثر ما تكون عسكرية طيب إغلاق السفارة أكو تغريدة يمكن قلت بها أنه موضوع إغلاق السفارة انتهى شو معلومات لكل عاقل أيه؟ الولايات المتحدة تعتقد أو تؤمن لسنوات طويلة أن العراق مركز ارتكاز الشرق الأوسط زين. بنت السفارة على هذه النظرية أوكي. أنه تقوم الولايات المتحدة بإلغاء استراتيجية وضعتها اللي 20-30 سنة بمجرد مجموعة من صواريخ كاتيوشا أبدا هناك ضغط سياسي واضح ضغط عسكري واضح أنه يجب أن تنتهي هذه القصة لتبنى الدولة العراقية اللي كل العالم ينتظرها وغلق السفارة انتهى؟ لا السفارة لن تغلق لن تغلق لن تغلق وهذا معلومات لو شنو انا هذا رايي انا صاحب رايي صاحب انا اشكرك شكرا جزيلا شكرا لك سيد عبد الرحمن الجبوري المحلل السياسي يعني دائما اقول لك حكاية عرفت بها هاي المره مو انا اشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الوهاب عبد اللطيف القاضي والنائب السابق شكرا جزيلا لك ما كل ما طرحته واشكر موصول لكم نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه